للمزيد حول حالة الجفاف التي بدأت تضرب العراق في ظل حبس إيران لحصة العراق المائية، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. أهلا بك دكتور نظير. يعني بحسب الإحصائيات والتقديرات الدولية فإن العراق دخل مرحلة ما بعد شحة المياه وهو مقبل لا محالة على التصحر. ما الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ذلك؟ شكرا جزيلا أخي العزيز. الأسباب معروفة جدا. المنطقة العربية أو الشرق الأوسط بصورة عامة يعتبر منطقة جافة لا شبه جافة، وهذه المنطقة نتيجة التغير المناخي أكثر تأثرا من غيرها في ارتفاع درجات الحرارة أكثر من غيرها، وكذلك نقصان الأمطار الهائلة. وكل الدراسات التي أجريناها وأجراها باحثين آخرين تدل على نقصان كميات الأمطار مع الزمن خلال هذا القرن بشكل كبير جدا. هذا الشيء طبعا احنا بنتكلم عن العراق، يعني إيران وتركيا تعرف هذا الشيء يمكن قبل أن احنا نعرفه، فلذلك هم يحاولون أنه يأخذون أكبر حصة من المياه من مياه دجلة والفرات وروافدهم حتى يستفادوا منها. طيب دكتور نظير، يعني بحسب لجنة الموارد المائية فإن إيران لا تتعاون مع العراق في ملف المياه، وقدرت الانطلاقات المائية الواردة من إيران بأنها صفر، مع العلم أن هناك اتفاقية موقعة مع إيران بشأن حصص المياه كما تعلم، فلماذا لا تلتزم إيران بالحصص المنصوص عليها برأيك؟ الأسباب مختلفة. أولا لأنه هي صحيح مثل ما تفضلت في اتفاقية، ومع ذلك حولت مياه الكارون والكرخة والحكومة العراقية ما اتخذت أي إجراء، وبعدين هسه بدأت على الأنهار الأخرى ديالة. الشيء الوحيد أنه وزارة الموارد المائية السيد الوزير 4 أو 5 مرات استنكر هذا الشيء، لكن كحكومة ماكو أي إجراء أو كبرلمان ماكو أي إجراء. يعني احنا دائما أنا أذكر شوفوا حالة سد النهضة مصر والسودان، كل القوى سواء معارضة أو مؤيدة للحكومة والشارع أيضا وقف مع الحكومة في هذا الشيء، بينما في العراق لا يوجد أي تحرك. بالنسبة إلى إيران مثل ما تفضلتوا بالتقرير هذا شيء مفيد لهم. أولا دي كل البضائع اللي يعني خلينا نقول الفواكه والخضروات وغيرها دي عبروها بأسعار عجيبة غريبة، فهذا طبعا يفيدهم. نعم، هذا السبب الرئيسي. طيب الآن إلى سؤال جديد دكتور نظير، يعني رغم تسبب إيران في أزمة المياه في العراق هناك حديث عن نية الحكومة في بغداد إنشاء سد مشترك مع إيران، هذه المشاريع التي تصنف سيادية هل مقبول ترك إدارة السد لإيران كما يسرب من معلومات، وما أثر ذلك على إدارة الحصص المائية في المستقبل؟ والله هذا الشيء ما صاير بالتاريخ. يعني جيب لي هسه مثال واحد عن سد مشترك بين دولتين. نعم. والديرة دولة المنبع، لا يجوز إطلاقا. يعني لو فرضنا أنه صارت أزمة مياه أو شحة مياه، وهذا متوقع جدا بكل الدراسات تشير إلى هذا، يعني الإيرانيين راح يعطشون مواطنيهم حتى يعطونا مي. طيب إذا ما نعطونا شنو هي الإجراءات اللي راح نتخذها؟ نروح لمحكمة العدل الدولية وبعد 5 سنين يطلعوننا قرار كل شيء ما نستفاد منه؟ يعني هذا شيء غير معقول وغير منطقي. إذا ماكو ضمانات بهذا الشيء، وهذا ما صاير بالتاريخ كله ما صاير. إلى السؤال الأخير الآن دكتور نظير، يعني في ضوء كل ما تقدم ما أثر ذلك على الوضع العراقي المائي وقد دخل بالفعل في مرحلة ما بعد شحة المياه؟ والله كل الدراسات تشير أنه الوضع مقبل على كارثة إذا استمرت الأمور كما هي عليه الآن، وآخر تقرير للأمم المتحدة يقول سنة 2035 حتى مياه الشرب سيكون فيها نقص. يعني مسألة كارثية، لكن الظاهر مغيبة عن المواطن. يعني أنا من ألاحظ الانتخابات الأخيرة مثلا ما شفت فت كتلة أو حزب حكى على حقوق العراق المائية أو إن هي
مشاريع لتطوير الموارد المائية في العراق، مع الأسف يعني، من مع ستوكهولم كنت الأسف. معنا عبر سكايب الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لك.